السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد لي مساكم. معكم أبو عمر العمري، قناة أسرار التداول. يوم الأحد 30/4 الساعة 7:05 بتوقيت أوروبا، يعني 8:05 بتوقيت اسطنبول ومكة المكرمة. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بتحليل أندكس الدولار. أندكس الدولار ما كتير في تغيير. إذا بنقول نحن ما زال أندكس الدولار محترم منطقة الدعم اللي هي عند 100/101، منطقة الدعم منطقة دعم قوية محترمها. طبعا اخترق ترند خط الاتجاه الفرعي، واختراق ترند خط الاتجاه الفرعي عم يعطي نوع من الإيجابية، وبقاؤه أعلى ترند خط الاتجاه الفرعي وأعلى منطقة الطلب ممكن يفتح باب الإيجابية من جديد. ولكن خلينا نقول الحركة اللي صارت الأسبوع الماضي كلياتها كانت عرضية صاعدة بالبداية، وبشمعة واحدة كل شيء طلعوا كل شيء تعذبوا. أندكس الدولار بشمعة واحدة رجع نزلوا، طبعا كسر منطقة المية والثبات أدناها. كسر منطقة المية برجع بقول والثبات أدناها لا يعني الكسر بشمعة ساعة أو 4 ساعات أو شمعة يوم، بدنا نماذج تعطي استمرارية وتأكيد استمرارية الهبوط. وقتها بنتوقع بعض منها إنها تكون الأهداف بداية ب99، بعدها 97، بعدها ممكن يكون عندنا 95، بعدها 94، وقد تصل الأهداف على المدى المتوسط والبعيد إلى 90. مؤشر الداو جونز، مؤشر الداو جونز طبعا خلينا نقول الآن في عنده إيجابية قد تكون قصيرة. مالي متوقع منه أكثر من هيك إيجابية حاليا. ليش؟ لأنه نحن من عام 2022، من السنة الماضية الشهر الرابع ما زال يتداول أسفل 34,400، حاول كتير أنه يتجاوزها. طبعا خلينا نشوف، نحن كسرها مرة واحدة، رجع ريح، رجع هبط، رجع عاد اختبارها، رجع نزل. دائما في عنده هبوط وصعود، وصل ل 28,600، رجع عاد اختبارها، حاول يخترقها وصل ل 34,900، ما قدر يخترقها، رجع مرة ثانية تداول أسفلها. وكان تداول بشكل عرضي واضح. بعد منها كسر ترند خط اتجاه فرعي اللي هو واضح أمامنا، ممكن يكون الآن عم يعيد اختباره، وبعد منها ممكن يكون في هبوط. ما فيني أقول لا داو جونز انه في عنده صعود بعيد، والنماذج اللي شايفه قدامي مثل قاع في او راس وكتفين ايجابي او كوب وعلو ايجابي، ما فيني اقول ممكن تتحقق الا بحاله واحده، اذا اخترق 34,500 وثبت اعلاها. ما بهمني الاختراق اللي مثل هاي الشمعه، ولا هذا الاختراق ولا هذا الاختراق، هذا كله لا يعتبر اختراق. بهمني اختراق وثبات يعطيني تأكيد للاستمرارية. طبعا بقاءه تحت 34,400 34,500 يفتح باب الهبوط بداية إلى 33,300 من جديد.
نزدك حكينا عن الفترة الماضية كلها إنه أنا كنت شايفه صاعد وكان واضح صعوده أكثر من بقية المؤشرات واتجاهه صاعد. طبعا يعني إذا كان نحن نقول ومنشوف كل هالصعود فيه برود، يعني عرضي صاعد يعتبر، يعني ما في عنده الصعود القوي ولا هالشموع اللي بتعطي إيجابية قوية. الآن بما أنه وصل ل 13250، إذا قدر يخترقها ويثبت أعلاها ممكن يشوف بعد منها 13500، 13600، 650. غير هيك ممكن يرجع يهبط مرة تانية يعيد اختبار 12800. الذهب على اليومي والأربع ساعات كسر نموذج، قد يكون بعده في تغيير اتجاه إذا كان كسر 1980 وثبت أدناها. ثبت أدناها ما بيهمني يثبت أدناها بشمعة، لا يوم ولا أربع ساعات ولا ساعة ولا نص ساعة، بتهمني النماذج اللي بتأكد من استمرارية الهبوط. غير هيك نحن في عنا نموذج قد يكون كوب وعدوى، هذا هو الكوب. طب خلينا نرسمه نحن. قد يكون عنا كوب وعروة، ولكن الكوب والعروة بيكون خط العنق تبعه بين 1980 1950، وننتبه دائما من الكوب والعروة أو الرأس والكتفين ممكن يكون فخ. دائما الكوب والعروة والرأس والكتفين ممكن يكون فخ. كيف يبين معنا أنه فخ؟ نرسم خط بين الكوب والعروة أو بين الرأس والكتف الأيمن، وإذا تم كسر الخط فهذا الشيء بدل إنه فشل النموذج وكان نموذج فخ فقط لا غير. بالنسبة للنفط، النفط بعد القاع الفي اللي الآن تشكل من 66.5 أو من عند 65، بعد هذا القاع الفي يفضل الانتظار، يفضل الانتظار لنلاقي إشارة. طبعا إذا استمر على هذا الشكل وأسفل 78 ممكن يكون في عنا فرصة بيعية، بس بدنا إشارة تأكد هذا الكلام. بكل الأحوال هذا فيديو سريع، وأي حدا عنده أي استشارة عنده أي استفسار يا ريت يحطه ضمن التعليق، ضمن التعليق على الفيديو إذا سمحتوا. الأسبوع القادم حيكون في القرار تبع الفيدرالي، طبعا القرار الفيدرالي كثرة الإشاعات وكثرة الكلام، 25 نقطة بده يطير بده يهبط بده يكسر، هذا كله ما بيهمنا. الشارت هو الحكم لنشوف الحركة القادمة وعلى أساسها منقرر إذا كان ناخذ صفقات مع الفدرالي أو لا ما ناخذ صفقات مع الفدرالي.
ممكن ننتظر بعد الفدرالي، ممكن أعمل ندوة صوتية إن شاء الله نفس يوم الفدرالي أو قبل الفدرالي بيوم، إذا لقينا الوضع مناسب والسوق مناسب إنه ينحكى عنه. بكل الأحوال دائما التريث بدخول صفقات بنجيك من المرجانية والخسارة. إدارة رأس المال هي أساس كل شيء. بتمنى أنكم تلتزموا دائما بإدارة رأس المال، تلتزموا بالتداول. نحن موجودين هون لحتى نبني جيل جديد واعي، فهمان شو هو التداول، فهمان كيف يبني من أساس التداول استثمار أو ثروة. بتمنى لكم أسبوع موفق مليء بالأرباح إن شاء الله تعالى. وأي حدا بيحب يستفسر أو أي استفسار عنده أي سؤال لا يتردد بالسؤال، نحن موجودين إن شاء الله للنصيحة والسؤال، نحن والفريق كامل متكامل بإذن الله تعالى. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.